أحد الزملاء الأعزاء نبهني بأنه حطيت أنا عنوان مضلل لما حكيت عن دراسات السوبريوريتي versus non-superiority، أنه على أساس من هدول نوعين من الدراسات. الحقيقة أن أصد فيهم نوع واحد من الدراسات هي السوبريوريتي، واللي هي تقرأ إما أنه الدواء هو superior أو هو non-superior. طبعا لما أنا بعمل superiority trials فأنا بعملها مقابل الدواء الفعال، الدواء الجديد مقابل الدواء القديم، اللي هو عم حاول أثبت أنه الدواء الجديد أفضل من الدواء القديم، وهذا شيء نادر ما نعمله إلا إذا كنا كتير واثقين من حالنا، أو إنه دواء جديد أو دواء موجود بدي أثبت إنه هو أفضل من البلاسيبو باستطباب ما هو موجود، يعني شغلة ما في عليها استطباب واضح، فأنا بدي أثبت إنه الدواء اللي دخلته على الممارسة هو أفضل من البلاسيبو. فأنا هون إذا عملته بعمل تصميم superiority trial، فإما بنهاية التجربة بيطلع superior وبالتالي بياخذ الدواء الترخيص بهذا الانديكيشن، أو إنه هو بيطلع non superior وبالتالي ما بياخذ الترخيص بهذا الانديكيشن. طيب نحن شو معنات البلاسيبو اصلا؟ فانا البلاسيبو هون انا عملت الدواء مقابل البلاسيبو. خلينا نحكي عن البلاسيبو ببساطه. البلاسيبو هو دواء غير فعال، هو عباره عن طحين او سكر بنحطه بكبسول وبنعطه للمريض، فعمليا انت عم تعطيه دواء غير فعال. في فرق، شو ترجمتها؟ هل معناتها انه عم نعطيه دواء وهمي؟ الحقيقة الترجمة الأفضل هو الدواء الموهم، لأنه تأثير البلاسيبو هو تأثير حقيقي. فرق بين نقول إني أنا عم أعطي المريض وما عم أعطيه شيء أبداً، وفرق إني عم أوهمه إنه عم يأخذ الدواء. فأنا بالبلاسيبو أنا بعطيه حبة دواء فاضية من جواتها أو بقلبها مادة غير فعالة، بوهمه إنه هو عم يأخذ الدواء وبيتحسن عليها. فتأثير البلاسيبو هو تأثير حقيقي. مو بكل الحالات بيظهر تأثير البلاسيبو، يعني إذا واحد رجله مكسورة ما حقدر أوهمه أنه في علاج عم ياخده وهالعلاج حيشفي له رجله، ما حتتجبر لحاله. وما ممكن مثلا البلاسيبو أفكت ينقص المورتاليتي، إذا واحد رح يعمل حادث سيارة مثلا أذية على دماغه ما حيكون البلاسيبو أفكت له تأثير بأنه ينقص الأذية. عادة البلاسيبو أفكت بيشتغل على الأعراض الشخصانية subjective، اللي هي الأعراض اللي أغلب العامل النفسي فيه مهم جدا، مثلا الألم، مثلا الاكتئاب، نقص الشهية. أنا ممكن أعطي مجموعة طحين أبيض حطه بمظاريف دوائية وأعطيه على أساس أنه هذا بيفتح الشهية، وفعلا ممكن يأثر ويفتح الشهية وتأثير حقيقي مرة تانية. هذا فهذا هو معنات البلاسيبو إفكت. البلاسيبو هي كلمة لاتينية معناها أنا أتوقع أني انبسط، أي هيك بمهالمعنى تقريبا. التوقع هي شو أنت متوقع. بدراسات البلاسيبو نحن عمليا نعطي من ساوي تعمية، منخلي المريض ما يعرف شو الدواء عم ياخده، بيكون دواء نفس الشكل ونفس اللون ونفس العلبة، ومنسميه الدواء التجربة. ما حدا وبنعطيها أرقام للأدوية، فما حدا بيعرف انه شو عم ياخذ هذا المريض او شو عم ياخذ هذا المريض الا الباحث الاساسي، بيكون مسكر المعلومات على الجميع، عن المريض وحتى على اللي بيشرفوا على علاج المريض، مشان ما يعرف انه عم ياخذ بلاسيبو. لذلك احيانا بيضطروا يعطوا دواء بلاسيبو فيه له شويه فعاليه. مثلا باحد التجارب النفسيه عم يعطوا دواء بيرفع المزاج، فالبلاسيبو ما اعطوا دواء غير فعال ابدا لانه المريض ممكن يكشفه، فخلوا الدواء مثلا نياسين بيعمل شويه فلاشينج، مثلا بيعمل تاثير، نوع من التاثير على جسم الانسان، اوهموا المريض انه هذا الدواء هو هذا الشعور اللي عم يحصل عليه، وهذا هو اللي بيرفع المزاج، فعلى اساس انه هذا ليشوفوا تاثير الدواء الجديد اللي عم يدرسوا انه هو فعلا بيعمل احسن من البلاسيبو ولا ما انه احسن من البلاسيبو. من الشغلات اللي بتخطر على بالي بالبلاسيبو القضية الأخلاقية. نحن بالتجارب السريرية نحن بنخبر المريض نحن عم نقارن دواء الفلاني مع البلاسيبو، بس بالممارسة الحقيقية نحن بنستخدم البلاسيبو إفكت أحيانا، حقيقة نضطر نستخدمه مع المرضى اللي كتير يعني عندهم قابلية عالية للإيحاء. ممكن تعطيهم إبرة سيروم ملحي على أساس إنه هذا دواء وتشتغل معهم حقيقة، وتشفى. مثلا شلل إيده ما أنه قادر يحرك إيده بإبرة سيروم ملحي تتحرك إيده، شلل لسانه بيتحرك بصير بيحكي. أنا مجربها على مرضى حقيقة وضبطت. هل أخلاقيا هذا الحكي مقبول؟ أخلاقيا غير مقبول حقيقة، أو في على الأقل في عليه خلاف كبير، إنه أنت ما بصير توهم المريض أو تكذب على المريض أو يعني هذا عم يخدش معيار الثقة بين الطبيب والمريض. الدجالين
بغض النظر شو دراساتهم العلمية، سواء كانوا درسوا دراسة محترمة أو غير محترمة، هن اللي بيعتمدوا على البلاسيبو افكت بجزء كبير من علاجاتهم حقيقة. مشكلة البلاسيبو بالدجل انه انت عم توهم المريض انه هذا الدواء هو الفعال، وعم يستفيد المريض عليه، وهذا الشيء لحد هلا مقبول. المشكلة انك عم تكذب وعم تعطي انه هذا الدواء انا جايبه من كذا وهذا جايبه من كذا، وعم تعطيه وعم تبيعه بآلاف الليرات وآلاف المؤلفة. لو انا عم استخدم فيتامينات مثلا كفاتح شهية بتأثير البلاسيبو، انا ما عندي مشكلة ابدا ابدا، ما بلاقيها مشكلة اخلاقية. بس لو انا جبت دواء وسميته هو الدواء الشافي والفعال وكذا، ولكن هو ابرة كورتيزون مثلا، والمرضى عم يجوا عندي عم يدفعوا سعر المعاينة والدواء آلاف مؤلفة، وللأسف في قصص كتير بهذا الموضوع. هذا اسمه دجل مسجل حقيقة للأسف. يعني التأثير المقابل للبلاسيبو اللي هو أنا بتوقع أني أنا يصير معي أو بتوقع أتحسن وبالتالي بتحسن على هذا الدواء، هو النوسيبو. النوسيبو لما المرضى خاصة نفسهم اللي بتعرضوا للإيحاء بسهولة بيفتح نشرة الأدوية أو البرسكريبشن، أو هي النشرة الموجودة مع علبة الدواء، بيشوف السايد افكت التأثيرات الجانبية، الدواء بيعمل غثيان، بيعمل إقياء، بيعمل كذا، بيصيروا معهم كلهم. فهذا اسمه النوسيبو افكت. هذا اللي بيخطر ببالي بالنسبة للبلاسيبو. ما أظن في نقاط تانية أغفلتها، أتمنى أن يكون وضحتها بهذا الفيديو المختصر. السلام عليكم.